مع حديثنا عن الاسماء الحسنى وكيف نفعلها في حياتنا من اجل ان نتلقى هذه الانوار فتكون فينا باذن الله وحديثنا عن الكبرياء والعلو الصفات التي ليست الا لله سبحانه وتعالى الكبر من اقبح الصفات التي يمكن ان يتصف بها الانسان ومن يؤمن بصفات الكبرياء والعلو لله تعالى يدرك انها فقط لله كلها لله عز وجل الكبر قد يكون احد اهم اسباب الكفر والالحاد كما وصف الله سبحانه وتعالى ابليس واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين بسبب هو لاحظوا لاحظوا ان ابليس ما كفر بوجود الله بل بالعكس يعرف قدرة الله ولذلك استأذن الله عز وجل ان يبقى الى يوم القيامة واستأذنه ان يغوي الناس هو يعرف عظمة الله عز وجل هو لم يكفر بوجود الله اذا ما هو كفره؟ كفره بالتكبر فاحذروا من الكبر اغلقوا باب الشيطان هو الذي اغوى من قبل اغوى ابانا ادم أقسم أن يغوي كل إنسان وأنت وأنت منهم